أهلا بكم إلى أهم أخبار موريتانيا، والبداية من دول الساحل، حيث دعا الرئيس محمد الغزواني الدول التي شهدت انقلابات عسكرية إلى الإسراع في العودة للوضع الدستوري، معربا عن رفض بلاده الاستيلاء على السلطة بطريقة غير دستورية. أشرف وزيران المالية والتجارة في موريتانيا والجزائر على افتتاح بنك الاتحاد الجزائري برأس مال بلغ 50 مليون دولار أمريكي. وصل إلى مدينة وادي بو سفراء عدة دول أوروبية في زيارة للمدينة، ومن المقرر أن يشرف السفراء على تسليم مصنع للأسماك في معهد علوم البحار. أعلنت شركة بي بي البريطانية أن مستوى تقدم الأشغال في مشروع أحميم للغاز الطبيعي المسال بلغ 89%، مؤكدة أن الفرق تعمل على إكمال المشروع. تقدم المنتخب الموريتاني لكرة القدم لمركزين إلى الأمام في تصنيف الفيفا للمنتخبات، حيث احتل المركز 99 عالمياً بعدما كان في المركز 101 في التصنيف السابق. نصب المجلس الدستوري مجلس الإشراف على المؤسسة المعارضة الديمقراطية، وذلك بعد إجازة مشروع الميثاق الجمهوري الذي تقدم به حزب اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.